صباح النور. صباح النور لميس، كيفك اليوم؟ ماشي الحال بخير، وكيف النشاط؟ تمام، خصوصا على قرب عيد الام طبعاً. طبك مخصصه لهم. تحيه لجميع امهات العالم بعيدهم. الموضوع مهم جدا، انفصال عضلات البطن لاجمالا المراه من بعد الولاده بتتعرض له. فسري لنا اكثر عن الحاله وعن التمارين الخاصه بهذه الحاله. هيدي الحاله كثير شائعه بين الاميات يلي عندها اكثر من مولود، اكثر من بريجننسي، يعني اكثر من كذا مره. عضلات البطن تتعرض للتمدد مع التوسع للبطن بخلال فترة الحمل. هاي العضلات بدها من بعد الحمل، بعد الانجاب، بدها تصير تضب على بعضها وتعمل الهيلينج بروسس او الختم. مع الانجاب المتكرر هاي العضلات بتبطل فيها عندها القدرة انه تعمل الهيلينج بروسس يلي لازم له. مشان هيك التمارين الرياضية الصح اللي لازم تنعمل بالطريقة الصحيحة هي اللي بتساعد الهيلينج بروسس، ويمكن حتى مع الوقت نتجنب انه نوصل للحل اللي بد منه اللي هي العملية الجراحية. نعم، هيدا اخر حل عادة بيكون. هيدا اخر حل. عضلات البطن هي طبقات. اول طبقة يلي هي الريكتس ابدومينس يلي بتكون من تحت الريب كيج او القفص الصدري لعند الورك. هيدي العضلات يلي فيها بيمرق كونكتيف تيشو بيتعرض للتمزق بخلال فترة الحمل. مع بعد الحمل مثل ما قلنا بيرجع بيجرب يضب على بعضه. عضلات الديب يلي هي أكثر شيء غميقة بتكون اللي نسميها ترانسفيرس ابدومينس، بتكون منشأها من الظهر، بتبرم حوالين البطن وبترجع بطريقة معينة تشريحيا بتعمل كونكشن مع الاركتس ابدومينس يلي هي أكثر شيء أمامية. يلي بدنا نتجنبه هي التمارين يلي تحط ستريس على الريكتس ابدومينس، وبينما نبلش نشغل الترانسفيرس ابدومينس اعمق شيء. ترانسفيرس ابدومينس هي عضله بتخلينا نحبس معدتنا لجوا، يعني لانه هي الاوريجينيتنج تبع المنشا تبعها من الظهر للبطن، بنجرب انه نحن نحبس معدتنا لجوا. ما بعرف اذا على الكاميرا بتقدر تبين انه نحن بنكون ظهرنا هيك بنبلش نشد من هون. هيدي العضلات يلي بدنا نشتغل عليها لحتى نحمي العضلات السوبرفيشال انه تتقلص وتتمدد. لميس، اذا بدك نبلش بالتمارين وبذات الوقت بتكوني عم تشرحي لنا عليها، بدي اشرح ليه في تمارين ما لازم تنعمل. نعم. ويلي كثير اميات بيفكروا انه هيدي التمارين الصح وهي التمارين اللي ما صح. اول تمرين، لانه عضلات المعده بتكون ضعيفه، بيفكروا انه لازم يعملوا كرانشز. هيدي اكبر غلط ممكن تعملها الام انه تبلش بهيدا التمرين، لانه عم نحط ستريس على الريكتس ابدومينس مثل ما فسرت، وبتصير تتمزق اكثر. بهالحاله هيدي بدنا نعوض عنها بتمرين ثاني يلي هو بيساعد على انه نشغل الترانسفيرس ابدومينس. بهالحاله هيدي بدنا نعلمها للام كيف تتواصل مع عضلات معدتها من دون ما تحط ستريس على المعدة الفوقانية، بينما نحط ستريس على المعدة التحتانية اللي بتكون تتبلش من الظهر. ما بدي تقطع ايدي من تحت ظهرها للام، بدي تشد معدتها، تسحب البلي باتن لعند ظهرها وتبلش تعمل بريذنج، يعني عملية التنفس. عملية التنفس كتير مهمة بهيدي الحالة. هيدي بناخد نفس ومنشد على عضلات البطن. فيها نحط ايدنا من تحت ظهرنا ونبلش نسحب لجوا ونفضي النفس. بدنا ننتبه كتير منيح انه احنا ما حنحط بريشر او ضغط على عضلات المعدة من فوق، بدنا نحطهم من تحت. بناخد نفس ومنفضيهم، ومن ذات الوقت بنعمل انه احنا عم نحط ضغط على ايدنا. بدها تاخد شوية وقت بس بدها صبر. التمرين الثاني يلي كمان ما لازم ينعمل ابدا، يلي بفكروا انه فيها نعمل هيدا التمرين السيت ابس، كمان في ستريس على المعدة الفوقانية، ما فينا نعملها هيدي لأنه بتحط لنا كتير وتوسيع على هالكونكتيف تيشوز يلي بتوصل عضلات أو العضلة تبعية الريكتس أبدومينس. بهالحالة هيدي بدنا نعوضها بالديد بوج اكسرسايز. بدنا نشغل الكاين نفس الشيء مثل عملية البروسس تبعت البريذنج اللي عملناها أول مرة. بنمد إيد لورا ونعكسها الإجر العكس، ومنبلش نتنفس، نفضي النفس هون وناخذ نفس هون. مع الوقت بدها شوية تركيز هيدي التمرين، بس بدنا بذات الوقت ننزل بإجرنا من دون ما يعلى ظهرنا، ونكون محافظين على النورمال كيرفتشر للظهر.
بهي الطريقة هيدي بنكون علمنا الأم كيف تضل محافظة على هاي العضلات وتبلش يكون تقويهم، يكون عندها أويرنس وين عندها بهالمنطقة ما هذه تقدر تشغلها. تمرين تاني كمان هي البلانك، كثير مشهورين العالم انه بيعرفوا انه البلانك رح تقوي لهم معدتهم، ما عم يعملوا عليها كونتراكشن تقلص، بس منا اذكى شيء ممكن نعمله. ليه؟ بهالطريقه هيدي كل الاعضاء تبعت معدتنا عم تحط ضغط على العضله على جدار البطن، بهالطريقه هيدي عم نحط ستريس زايد على هيدي المنطقه، منا لازم انه نحط هيدا الستريس. ما فينا نعمل بلانك، فينا نعود عليها بالسايد بلانك. بهيدي الطريقة بنكون ما عم نحط ضغط على البطن بينما عم نشغل العضلات الجانبية للبطن. كثير كومن انه هودي الاميات يقولوا بدنا نقوي معدتنا يلجأوا لهيدي التمارين بينما هيدي التمارين بتأذيهم بفترة معينة. تمرين ثاني البوش اب. البوش اب كان مثل البلانك بده يحط علينا ضغط على ال على على على, على البطن، مع انه هو تمرين للصدر بس بيحط كثير ضغط على المعده لانه بنكون عم نشد عليها. نعم. لما يسمو لك هول التمارين كلهم لازم تتفاداهم. ايه التمرين يعني الاول بنكون عم نتفاداه، التمرين الثاني بنعوض عنه. نعم. بدل ما تحط ستريس على المعده. بدل ما نستعمل البوش اب فيها نعمل تمرين انه نشد معدتنا ونكمش اثنين دمبلز او حيلا وزن ونعمل فيه التشست بريس. بهيدي الطريقة، بهيدي الطريقة هيدي رفعنا اجرنا، ريحنا ظهرنا وشدينا على معدتنا بذات الوقت، ما بنكون حطينا ستريس على المعدة، بس بذات الوقت شغلنا عضلات الصدر من دون ما نحط عليها ولا أي ستريس، وبذات الوقت مرنا تمرين من دون ما نحط ضغط على عضلات المعدة. بهي الطريقة هيدي هيك بنكون تمرنا سمارتلي، يعني بطريقة كتير ذكية من دون ما نعرض لهيدي العضلات انه تتمزق أكثر، بينما عم نساعدها تعمل هيرينج بروسس. إذا الأم ما لقت نتيجة من بعد التمرين ما في إلا حل الوحيد اللي هو الجراحة لحتى تخلصها من هيدي الحالة اللي بتكون أسوأ الحالات انه ما بقى فيها تعمل هيلينج او تندمج ترجع مع بعضها. باخر الاحتمالات هيدا يعني اخر حل ممكن يكون لما يكون حل. بالفعل صار الموضوع مزعج. بالنسبه وبدي كمان تذكرت شغله بدي انوه انه حمل الاوزان بخلال اول فتره بعد الانجاب هي منا طريقه صحيحه ابدا. يعني انا الام اللي بتكون جايه لعندي عندها هيدي الحاله بتكسر لي رقبتي انه انا بحب كثير احمل اوزان وحمل اوزان، الا الاميات اللي بعدهم مخلفين جديد مش صح انه نحملهم اوزان باول فتره الهيلينج بروسس، ما نخليها لاخر فتره لتكون صارت معدتها ضبه على بعضها. شكرا لك المدربه. ان شاء الله يكون الاميات استفادوا منها وقدرت تعطيهم كادو بهالعيد. شكرا لك المدربه الرياضيه لميس بريتا، شكرا لك.